حان الوقت لإدارة ترامب أن تتدخل بجدية على الأزمة القطرية. أن الإرهاب هو هدف رئيسي لإدارة الرئيس ترامب للقضاء عليه، وللأسف الإعلام الغربي يركز على كل عملية ترتكب بمن يقولون إنهم جماعات إسلامية. تسألني إن رجل الساندويتش اوكي with the ketchup right few minutes will be ready for. This actually what I do when I go on Skype because the light on the computer also. It's a small space, but it does a job.